ها نحن مكتمل العدد سي كريم بالقاسم والسي عمران، نقدم لكم اللي ما تعرفوهمش، السي ربح بيطاط، السي العربي بن مهيدي، بوضياف وديدوش لقيتوا بهم من قبل متشرفين. الآن لازم نكونوا سياد أنفسنا، حاولنا نوحدوا المركزيين والمثاليين لكنهم رفضوا، لازم تندلع الثورة ثم راح يتوحدوا فيما بعد مكرهين. من الآن لازم ننتقل للتخطيط والاستعداد لانطلاق ثورة تحرير كبرى الجزائر من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. الفرنسيين بجيشهم وسلاحهم انهزموا أمام مزارعين ينقصهم السلاح والمكلة في ديان بينفو، لكن بفضل عزيمتهم وإصرارهم وتضحياتهم قدروا يحقوا هذا الانتصار اللي حتى واحد ما كان ينتظره. هذا لازم يشجعنا، جدودنا ضحاوا كثير على هذا الوطن لكن كانوا متفرقين، احنا الآن رانا واعيين باللي قوتنا في اتحادنا. الآن لازم نخبركم بتوزيع المهام، بن بولعيد يتكلف بالوراس، بن مهيدي بالقطاع الوهراني، وديدوش بالقطاع القسنطيني، بيطاط بالعاصمة ونواحيها، وأنا بوضياف رايح ننسق مع خاوتنا في الخارج بن بلة وآيت حمد وخيدر. انقطع الخط. الو ليش التحرير الوطني، سلموا فوسكم والقوا سلاحكم وإلا.